الخطا اللي درته ولدي في حياتي هو ان بنتي عطيتها لهذوك الناس. هذا هو الخطا الكبير اللي درت في حياتي. ما تخرجش للاعلان، ما تضربش في عرضي، ما تضربش في شرفي، ما تجبدش هذاك الراجل. تخلي القضاء غادي، المسطره غاديه، تخليه. يعني ما تسامحيش معها؟ نسامح معها. نسامح معها، انا شهرتني، انا خلاتني في المنابر الاعلاميه، كلشي تيهضر فيا، كلشي تيسبني، كلشي تيطعن في شرفي، كلشي تيهضر في ولادي، كلشي تيهضر في بناتي. لا سي المهداوي، هذاك راه شرف. زوار الموقع، مرحبا بكم في هذه الحلقة. نحن في منزل الكولونيل نور الدين العطور، نور الدين العطور الذي توفي سنة 2018 قبل أن تعود قضيته إلى الواجهة مؤخرا، بعد أن خرجت ابنته إلى وسائل الإعلام تتهم جهات أو تقول بأن جهات ما وراء مقتل والدها. اليوم وبعد أن استمعنا إلى ابتسام وفي إطار توازن المادة التي تقيد واجبنا الصحفي، انتقلنا إلى منزل أم فاطمة زوجة الكولونيل المرحوم نور الدين العطور لسماع روايتها. أم فاطمة مرحبا بك. بارك الله فيك. تنشكرك بعدا أم فاطمة. بارك الله فيك. مرحبا بك. السؤال بعدا نقول للجمهور الكريم، أم فاطمة بغاش يبان وجهها، داك الشيء من حق ديالها، عندها عائلة، عندها الحساب روايتها، كاين أبناء، ما بغاش الوجه ديالها تبان واحترمنا الإرادة ديالها. أم فاطمة واحد السؤال. أنا ولدي. علاش اختاريتينا حنا؟ أنت اللي عيطتي لنا. أنا اللي عيطت لك. أنت عيطتي لي، علاش بغيتينا حنا بالضبط دوزي عندنا وما تزيدش قنوات أخرى؟ علاش؟ لأن أنت ولدي والقناة ديالك تتهضر في الواقع، كتقول فيك النزاهة وفيك الشفافية. الله يحفظك أم فاطمة. شتي القناة الوحيدة اللي كتقول الله يكبر بك، اللي كتقول الواقع. الله يحفظك والله يرحم، الله يرحم السي نور الدين مره اخرى، وكنقدم لكم التعازي مره اخرى باسمنا واسم طاقم الموقع والانصار والمتتبعين. الله يرحم السي نور الدين. سؤال مباشر ام فاطمه، علاش خرجتي؟ علاش بغيتي دابا تخرجي بالضبط؟ شنو هو اللي خرجك؟ يعني بقيتي ساكته وساكتين ولكن دابا بغيتي تخرج، علاش؟ شنو هو السبب الحقيقي؟ شنو ضرك؟ كثرت الضجه. الاعلام كثرت الضجه وكثرت الهضره بزاف. انا ضراتني بزاف. انا دابا خرجت باش انا نبرر نوضح للناس بزاف ديال الحوايج. شنو هما الحوايج اللي ضروك اكثر؟ انني انا تهمتني بانني انا تنعرف الناس كبار. انا يدي كاين هاد الفكره، ولكن قلتي لها انت راه كنعرف شي ناس كبار. انا ما قلت لها حتى شي حاجه. ما عمري قلت لها هاد الكلمه. ما عمري قلتها ليها انا وياها وصلنا شي هضره كتخص الموت. كتخص شي حاجه كتخص باها. كي كانت علاقتك ببنتك؟ ما كان حتى شي علاقه بنتي، ما كتربطني بها حتى شي علاقه. لا في الصور ما عندي حتى شي علاقه بها. من هي قالت كنت كتعيش هنا وتعيش لها؟ ما كتعيش عندي بنتي، وشهاده الناس وشهاده الجيران. بنتي ما كتعيش معايا، بنتي من صغرها وهي عند جداها، ما عندي بها حتى شي علاقه. حتى داك الاحساس اللي ما بين الام والبنت ما عنديش مع بنتي. من الصغر لان بنتي من الاول هي عايشه مع جدها. هي عايشه مع دار باها. انا بنتي ما كبراتش معايا. واخا غادي نسولك امي فاطمه على بعض الاشياء اللي كانت موضوع النقاش ديالها. مثلا واش كنتي واقفه على الطلاق انت والسي نور الدين؟ انا ما ولدي ما كنا واقفين لا على الطلاق ولا شي حاجه. هاد الكلمه ديال الطلاق انا اول مره تنسمعها منها هي. ما كنتوش غتطلقوا؟ ما كناش غنطلقوا، احنا كنا كنستعدوا للعرس ديال بنتي، كنا تنوجدوا للعرس ديال بنتي. بنتك؟ بنتي بنتي اللي هي دابا. واخا؟ اللي هي لا بلاش الاسماء الا بغيتي. بنتي انا كنا كنوجدوا لبنتي العرس. انا ما عنديش هذيك الفكره ديال الطلاق، وهذيك انا ما فراسناش، انا ما فراسيش. ما كاينش كاع الطلاق عندكم؟ عمري ما وصلت انا لرجلي هذيك الكلمه تنوصلوا تيقولها لي ولا تنقولها ليه. كنتناقشوا، كيوقع نقاش كما كيوقع بين كما تيوقع ما بين المراه بين الازواج. عادي. انا ما عمري شتا داري، ما عمري ما خرجت منها. ملي كيوقع شي نقاش انا تداري ما كنغضبش منها، ما تنخرجش انا من داري. هاد الكلمه ديال ما عمرك خرجتي من الدار؟ ما تنخرجش، ما عمري ما غادرت من داري. هادي عمرك غادرتي؟ عمري ما غادرتي. كنت كدابزو؟ كنت نقاش، اي نقاش عادي بحال اي رجل ومراه. بحال اي رجل ومراه. ما عمره ما ضربك؟ ما عمره قاصني، وشهاده الجيران عمره الراجل ما حط عليا يديه. ملي خداني عمره ما قاصني. ياك
هو كاين هذيك المواجهات اللفظيه ما بحال اي الازواج عادي. وملي كيوقع شي نقاش راه كل واحد راه تيهضر. واخا ام فاطمه نرجعوا شويه للاحداث ام فاطمه ونبنيوها. يوم الحادث كان في 18 مارس هذيك الليله السي نور الدين الله يرحمه بيت هنا في الدار. لا ولدي ما باتش في الدار هذيك الليله. لا ما باتش ولدي في الدار الليله كامله. الليله كامله ولدي ما باتش في الدار، راجلي ما باتش في الدار. فوقاش شفتي انت اخر لحظه غتشوفيه؟ اخر لحظه ما بين العصر، المهم لقيت هذا العصر خرج. مشيتي انت وياه؟ مشيتي انت وياه عند دار؟ لا ما مشيتش ولدي. ابتسام كتقول بانك جاوت ما معنا. مشيتش ولدي انا راجلي، مشيت انا وياه، كنا من الصباح خرجنا انا وياه كنقضيو داك الشيء اللي تيخص العرس. ما دزتوش تما الدار؟ ما دزتش للدار، خرجنا كنتقداو وجينا ومشينا لواحد الهري باش كنتقداو. تلاقى باختي الوقيته ديال الثلاثه ولا الجوج بحال هكاك، تلاقى مع اختي. اها تلاقى مع اختي وجينا للدار لهنا. جينا انا وياها للدار واختي بقات في. شحال الوقت باش رجعتوا لهنا؟ تقريبا شي ساعه بحال هكاك. يعني كنتوا هنا في شي ثلاثه ونص، ثلاثه حنا في دارنا. ومعاش خرج غادر؟ حتى تغدى وجمع ولبس حويجاته وقال لي انا غادي نمشي نتسني لا ديسيزيون دو كونجي، لان كان خصو كيوجد العرس. تيوجد العرس. هذيك خرجتو؟ هذيك خرجتو حتى الصباح. ما شفتيش كاع؟ ما شفتوش حتى الا مهدا. شكون اللي كان معاك هنا في هذيك الدار هذه الليله؟ هذيك الليله شكون اللي بات معاك هنا؟ كانت بنتي، كانت مرات ولدي. شكون بنتك؟ بناتك كاملين؟ بناتي كاملين. كنتي في ديك الليله بنتي؟ بناتي بجوج. بنتي انت كنتي هنايا خلاص، كان باباك ذاك الليل؟ لا ما باتش بابا في الدار. ما باتش؟ لا. انت هي الصغيره؟ انا الصغيره. شكون اللي كان خوك؟ كنتي انت هي؟ كانت مرات ولدي. انت مرت ولدو؟ هذه مرت ولدك هذه؟ اه انت مرت ولدو، انت كنتي في ديك الليله بيت هنا؟ كنت بيت هنا. ها؟ هي كنت بيتها. كنتي بيت هنا؟ كنت بيت يومين قبل وانا بيت معاهم حيت كنا كنوجدوا العرس. كنتوا كتوجدوا العرس؟ بت غير صوتك شي شويه عيط، انتم ما بغيتوش تبانوا ما كاين باس. يومين وانتم كتباتوا هنا، انت كتباتي هنا. انت عندك دارك بلاصه اخرى؟ ما ساكناش هنا معاهم. ما ساكناش، عمرني ما سكنت معاهم. حيت استعدادات العرس. كنا تنستعدوا العرس وكنوجدوا كنسخروا داك الشيء باش كنت بايته معاهم ذاك اليوم. هذيك الليله اللي وقع الحديث انت بايته هنا؟ الليله كنت بايته وحاضره على كل شيء وشاهده على كل شيء اللي وقع. ما كانش هنا السي نور الدين، ما باتش هنا. خرج من مور العصر، تغدى معنا ولبس حويجاته وخرج. حتى لغد لي الصباح جاتنا الخبر ديالك. ماشي حويجاتو ديال الخدمه. سيفيل. سيفيل خرج سيفيل. حويجو ماشي الخدمه. انت هي اختها. نعم اختها. خرج بحوايجو عاديين. ماشي حوايج الخدمه. ما كنعيش تكونجي. كنعيش تكونجي. باش تكونجي على قبل العرس. ما كانش لباس رسمي. ما كانش لباس رسمي. لباس الوظيفي. لبس حوايجو عاد. صافي وخرج. حتى الصباح اللي جاتنا الخبر. ما شفناش كاع ديك الليله ما كانش ما كان حتى شي حاجه. زيد ام فاطمه مشى صافي حتى كتجيك العيطه. حتى تيجي الصباح تيدقوا عليا البوليس. شمن ساعه؟ ما بين المهم الصباح ما بين 8 7 ونص بحال هكا. 8 7 ونص ديال الصباح؟ ديال الصباح. جاو عندك هنا البوليس للدار؟ جاو عندي البوليس يدقوا عليا. زيد. ماشي انتوما مشيتو؟ لا. ما شيشاكم التليفون؟ لا. حيت انا سمعت شي روايه ربما. لا. جاو عندي البوليس برجليهم، جاو عندي البوليس حتى للدار دقوا عليا. سلام 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 سلام. لقاوني كنت ناعسه وهما اللي فيقوني. طليت يلقى البوليس قال سلام سلام. وهما ما قالوش لي، راه قالوا لي اجي تشوفي راه لقينا واحد السيد ميت، بغيناك تمشي تعرفي عليه الجثه. واش حفاظا عليا باش انا ما ي... أو من سمع ما يقولش لي اول مره. تفضل. النقطه ديال اجي تعرفي على السيد. لا غير تفضل. هما راه ما قالوش لي اجي تعرفي على السيد. واش هما بحال قلتي مهدوا ليها الوالده فهمتيني، قالوا ليها اجي تمشي معنا تشوفي واحد السيد راه داير اكسيدون. انتوما ما بغاوش يخلعوها. ما قالوش لي هو. انت الزوج انت 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 ولدها. لا بلا اسم انا عارفكم، ماشي مشكل. شوف هذا لقاء هكا حتى المغاربه يفهموا. انتم غتشوفوا الشبانه وما كاين باس. اذا هو شنو قال لها؟ قال لها يلاه وينك تمشي تعرفي معنا على واحد السيد. قال لك البوليسي من جا ما قالكش راجلك. قال لك عاودي تعرفي على واحد السيد. واحد السيد لقيناه ميت، اجي تشوفي واش راجلك. راجلك؟ بلاتي ام فاطمه غنرجع عندك. انت ديك الليله كنتي هنا؟ لا انا كنت خدام.
انا كنت خدام. انت كنتي خدام ديك الليله؟ اييه بحكم ان الخدمه ديالي كنديروا موسيقى. خدام؟ اه وعندي لي بروف. عندك لي بروف؟ عندك الدليل فيك تخدم؟ نقدر نشوفو ماشي مشكل. صيفط لي انا نشوف. انا نشوف واخا انا نهار 18 انت كدير موسيقى. موسيقى يخدم بالليل؟ الخدمه ديالو كلها كتكون الخدمه ديالو بالليل كتكون كلها في الليل. صافي باش ما كتكون بالليل. اذا ديك الليله كنتي انت هي امي فاطمه والزوجه ديال هذا السيد مرت ولدك؟ مرت ولدي وجوج بنيات. جوج بنات. كنتو نتوما اربعه في الدار؟ اربعه سيدي. الولد كان خدام في الموسيقى؟ كان خدام في الموسيقى. والسي العطور خرج معك 3 ونص؟ مع ماشي 3 ونص، ما بين العصر و انا نشوف والمغرب. ها كاين التاريخ تما. ها هو التاريخ 18 مارس 2000 هذا التاريخ الفوق. اذا كان عندك عرس في هذه الليله كتخدم موسيقى كت... تبارك الله تبارك الله. كيف كانت علاقتك بعدا بالسي نور الدين؟ المرحوم راه هو الوالد ديالي بحال بواك. لا ما اكثر من با. اكثر من بواك؟ راه هو اللي كبرني هو اللي رباني هو اللي قراني هو اللي دار لي كل شيء. ما عمرو ضربك؟ لا 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 قلت لي بسرعه. بصراحه الا العلاقه كانت بيني وبينه مزيانه. نهار اللي فيك مسكين لواحد الدرجه ما تصورش. وكانت علاقته بامك مهلي فيها؟ طبيعي الحال. لا كنتي كتشوفو كيتهلا فيها؟ طبيعي الحال. كانت عاجبك علاقتهم؟ مزيانه. كي اي زوج كانت تغوت عليها مره مره. شوف هادشي انا راه مزوج دابا راه حنا باقيين صغار وكنتي عادي عادي ولكن بشكل عام علاقتهم كنتي راضي عليها؟ عادي بحال اي زوج مع هو خدام على برا هي مقابله ليه وليداتو هنايا صافي هادشي بالعكس. واخا كم يا ام فاطمه ايه زيد شنو وقع من مشيتي لمسرح الجريمه مع مسرح الحديث؟ لا ما مشيتش لمسرح هذا انا مشيت للكوميساريه نيشان. ملي وصلت لباب الكوميساريه كنلقى ما داوكش بلاصه فين مضروب؟ لا كانوا هزوه. كانوا هزوه هما. انا داوني للبلاصه داوني للكوميساريه كنلقى المرحوم الله يرحمه كاين في سياره ديال نقل الاموات. اها عراو عليه؟ عراو عليه قال لي واش هو هذا؟ هذا هو العطر كلمه. كيف استقبلتي؟ صدمه ما صدقتيش؟ ما صدقتش واش انا هو؟ ها؟ ما صدقتش. جاتك سمعنا شي روايه ما بكيتيش كاع ملي مات ما بكيت. ها؟ بكيت شكون ما كيبكيش على شكون اللي ما تيبكيش على الزوج ديالك؟ كلشي العيالات الا مات الراجله اي مراه كتبكي. شحال عمر العشرات انت وياها امي فاطمه؟ تقريبا 28 سنه حتى 30 سنه عمر بنتي. زواج؟ زواج. كانت شي شي ما درتوش شي لحظه ديال الطلاق ولا ما عمركم ما حاولتوا؟ عمرنا هذيك الفكره ما كايناش ما كايناش هذيك الكلمه ما تدورش عندي انا وياه ما كايناش. صافي حنا تزوجنا على سنة الله سنة الله ورسوله صافي تزوجنا ولدنا وليداتنا بقينا مستقرين. هو تيخدم في خدمته وانا انا مقابله وليداتي. كل واحد قايم بالواجب ديالو هو قايم بالواجب ديالو اللي مكلف بها وانا مكلفه بوليداتي ولدي. كل واحد قايم بواجبه. كي كانت علاقتك ب يعني بخوتو عائلته؟ لا ما كتربطني بهم حتى شي علاقه. لا كاينه شي حاجه غير فوج. من نهار الخطبه والزواج ما وليتيش شتيهم؟ من نهار ما كاين حتى حاجه. من نهار الاول ما كاينش حتى علاقه ما كايناش بيني وبينه. علاش؟ من نهار الاول والنزاع كاين. اصلا ناسي مهدا من نهار اللي جا باش يخطبها عند الوالد ديالي الله يرحمه جاب بوحديتو. جاب بوحدو؟ سي العطر جاب بوحديتو خطبها راسو. قال لي با ما يمكنش با الله يرحمه قال له ما يمكنش انت جايب يدك بوحديتك راه ما يمكنش ما عندك عائله ما عندك حنا كنعرفوا راه عنده العائله حيت كانوا جيران ديالنا. قال لي عائلتي ما موافقش ولكن انا باغي هاد السيده. قال له هو السي العطور الكورنيل قال لباك باش بغى ياخذها قال له راه عائلتي ما قابلهاش وانا باغيها. ما باغيش يجوا معايا امي ما بغاتهاش هكا بصالح العباره. من الاول الام ديالي ما بغاتهاش وما موافقاش. علاش شنو كان عندك مع امها شي مشاكل قبل؟ ما بغاتهاش لانها حيت هي مطلقه بولدها. اول مره يعني غادي يخصو اول مره غادي يتزوج ما بغاتش. دابا هي عندها وليد كان عند شحال كان في عمرك ديك السيده؟ شي 3 سنين. 3 سنين؟ لا طب عامين. مومس العطور قالت له ما نزوجكش مراه بولدها. نمشي معاك. وما تاخذش وحده كانت ساكنه معايا. الحومه. في الحومه. خذ شي وحده انا ما كتعرفني ما كنعرفها. انا ما كنعرف عليها والو هي ما كتعرف عليا والو. جيب لي شي وحده اللي ما كتعرف عليا ما كنعرف عليها. بغات شي وحده اللي ما تتعرفهاش وهي ما كتعرفهاش وهو ما وهي ما كان شي ما كانش. فين كان هادشي في هاد الدار هادي الزواج؟ لا. في دارنا في الاول فين كنتي وياه؟ في دارنا.
داركم انت؟ دارنا دار الوالده ديالك؟ ديال الوالده ديالي. سكن معاكم هو السلام؟ كان معايا في دارنا. شحال شحال بقى؟ تقريبا شي 6 شهور وانا وياه في دارنا. الزواج الاول 6 شهور؟ الزواج معايا في دارنا عاد خرجنا كرينا انا وياه. كريتو انت وياه من بعد؟ كرينا من بعده. ايوا صافي والصراعات والمشاكل ديال دار. وعاد جا شرا هاد الدويره هادي؟ هادي راه ما شريناها حتى 2001 وانا راه تزوجت 2000 تزوجت به شي 8 سنين عاد شرينا انا وياه شرا هو هاد البقعه. شرا بقعه؟ شراها بقعة. هذه اللي نوضت المشاكل. هذه هي صداع. شحال فيها متر؟ في 52 متر. دابا حنا في 52 متر. حتى دابا ساكن في دار 52 متر. 52 متر. 52 متر. ولكن انت علاش بغيتي يكتبها لك؟ انا ما عمري قلت لي كتب ليا. لا كيقولوا انت بقيت عليه هذه سبب المشاكل. انا وراجلي متفقين حتى واحد من نهار الاول ما نقول لي كتب ليا ما يقول لي نكتب ليك. صافي حنا كنكبروا وليداتنا حتى يدير الله تاوي الخير. ما عمرك قلتي له كتب لي هالدار؟ ما عمري قلت لي كتب لي ولا حتى شي حاجه عمري ما سميتها حتى بفمي. وهما تيعرفوها. لا طلبت منك واحد الطلب. نعم اولدي. تحلفي لي على جوج حوايج. نحلف اولدي. واخا هو الحلف ما. لا نحلف الا كان. لا تقدري تحلفي على ان جوج حوايج ما عمر الطلاق كان موضوع وما عمرك ما قلتي له كتب لي هالدار. نحلف. وانت صايمه تقدري. وانا صايمه تقدري تحلفي. وانا كبيره انا كبيره. وتحلفي بالله. نحلف اولدي. وحاجه بيت الله بالنسبه لي. وحاجه. ما حاجاش هي حاجه. هي مشات حجات مورا ما مات المرحوم. يعني تستعدي تحلفي؟ نحلف اولدي الا كانت تحلفي في اي بلاصه؟ ماشي ما عمرك انك قلتي الطلاق معاه؟ عمري ما ذكرناش هذه الكلمه ما كدورش عمر بناتي اللي هما معايا. هذا هو النقاش اللي داير بزاف ديال الطلاق والدار. اللي عمر انا بناتي ما سمعوش انا حتى النقاش اللي كنتناقش انا وياه ما كيشوفوش بناتي ما عمرو حضروا ليه. هو كان تي كي ما يخصش بناتو يشوفوني انا وياه كنتناقشوا. بقاوك معزه علي على حيت تيبغي بناته ما تيبغيش يشوفني انا وياه تنتناقش يشوفونا كنتناقشوا. هما لا عمرهم حضروا شي نقاش يقولوها. تنتناقش انا وياه راسي في راسي. والدار عمرك قلتي له كتبها ليا؟ ما عمر ذكرت انا هذه الكلمه كامله. واخا غنسولك دابا واخا وعلاش دا الوراق ديال الدار عطاهم عطاهم لاختو ولا عطاهم للعائد؟ ما عطاهمش الوراق. عندهم الوراق ديال الدار؟ عندهم الوراق تهزوا نهار ثلاث ايام. كيفاش؟ تهزوا من الدار حنا مشغولين بلا. لا هو داهم لهم على ما سمعت من بعض المصادر تيقول لك قال لهم هالسيده ما عرفت واش كتخطط لنا. لا انا كان شي واحد تيقول لامو مراتي كتخطط لبناتي. دابا الوراق كيفاش توصلوا عندهم الوراق ديال الدار؟ الوراق تهزوا نهار الكنازه وحنا مرونين كتعرف الكنازه شنو تيكون. الوراق تسرقوا لكم منها؟ تسرقوا نهار الكنازه تسرقوا نهار الكنازه تهزوا تخداو. وانا باش نعرفهم انهم خداهم حتى مشاو للدار نهار ثلاث ايام حتى سالينا الاجراءات. درتي شكايه في هذا الشيء؟ ما غندير حتى شي شكايه. ما علاش ندير شكايه؟ ديال السرقه؟ لا ما غنديرهاش خليهم هما لا ما ضميرهم ما انبهمش خلي لهم الوراق باش ما غنقول لهم ما ندير معاهم حتى شي حاجه الا هما ما ضميرهم ما انبهمش على وجه هاد البنيتات يديروا ياخذوهم انا ما بغيتش. واخا نسولك ام فاطمه طنوبيل الطنوبيل اللي دار بها الحادث فين هي؟ هذيك غير لوكاسيون غير مكريه. الكرا لا الاخرى. هذيك معمر هذيك شهرين ولا ما وهي عند الطولي دار بها حادثه قبل ما يموت. الطنوبيل ديالو؟ ديالو دار حادثه؟ دار حادثه. عاد خدا الاخرى الذكرى؟ عاد خدا. انا بغيت نسولك هذيك الطنوبيل الاولى فين هي؟ كانت عندهم. خداوها هما؟ خداوها هما هو اخوه جابها من الطولي ودخلها للكراج وخباها. والوراق ديالها؟ الوراق عندي. الوراق عندك؟ الوراق عندي. دابا هما عندهم الطنوبيل؟ هما عندهم الطنوبيل وانا عندي الوراق. عندي الوراق وانت عندك الدار؟ انا عندي الدار وهما عندهم الوراق الدار. صراحه مزيان. ويلي 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 نعاودوا هذه ام فاطمه دابا هما عندهم الطنوبيل وانت عندك الوراق ديال الطنوبيل. انت عندك الدار هما عندهم الوراق ديال الدار. واحد 30 مليون ام فاطمه دابا قولي لي هذه قلتي لبنتك نعطيك 30 مليون؟ على كاين شي واحد تيدير شي حاجه وتيقول لولده اجي نساومك. كاين شي واحد تيدير شي حاجه ولا كانت ولا كان ولده راقب على شي حاجه؟ باش راقب هي ما عايشاش معانا وما كايناش وما حاضراش اصلا. ما حاضراش ما عايشاش ما كايناش هي اصلا معانا في الدار باش تحضر ولا تشوف. هي ما شافتوش ملي خرج وما شافتوش فين كنا انا وياه من الصباح. انا وياه راه من الصباح ديال نهار السبت وحنا خرجنا تقدينا ما كانش في علمها بانني انا خارجه انا وياه. ما كانش عارفه. علاش تقول 30 مليون؟ ايوا فما هذاك تقول به اللي بغيت. منين غيجي هذا الشيء؟ منين غيجيني راه شحال كيدير؟ سير شوف لا لقيتو عندي 30 مليون. هذه سؤال هذه زوينه مي فاطمه. سير راه لابونك ديالي مستعده. الا لقيتو 30 مليون
30 مليون. 30 مليون. راه قالت 30 مليون كل 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 وحده. اربعه يعني 30 في اربعه 120. واش اللي عنده 120 مليون يبقى ساكن في دار فيها 50 مليون؟ انتوما قال كل واحد يعطي قالتها. ما كايناش 30 مليون. لا انا دي صحابين غير 30 ما سمعتهاش مزيان. عطات لبناتها وبقي وانا عيطت عليها باش نعطاتها هي 30 مليون كلهم عطيتهم 30 مليون. انت عطيتي علاش عطيتي البنات الاخرين؟ باش حتى هما يسكتوا. باش هما يسكتوا. هي في واحد الفيديو قالت لهم قالت لي خذي 30 مليون بحال بحالك بحال خوتك. يعني انت عاطي لخوتك 30 وساكت. فهمتي؟ وانت هي شاده شي 30 مليون؟ لا شدات مسكينه غير برضو. كتقرا كتقرا الفلوس على الباك فاش كتقرا يا بنتي؟ عندي ليسونس عام دروا اجازه في القانون عام ولا خاص؟ لا با عام ياك عربيه ولا فرنسيه؟ عربيه تبارك الله هذا العام غتاخذي اجازه ان شاء الله الا بغى الله الله يوفقك لا خلوها ان شاء الله ان شاء الله عاودتي شي سنوات؟ لا كان كلشي عندي مونسيون هادشي اللي بغيت نسولك هاد الازمات وهاد الازمه ما اثرتش عليك في مسارك الدراسه؟ ضروري هادشي اللي اثر عليك نفسيا ولكن حاولنا نقادو بين القرايه وبين هادشي تبارك الله والبنت الاخرى؟ اختي اللي فرنسا عندها الباك عندها الباك البكالوريا عندك البكالوريا تبارك الله ما عندي هي تقرا في لافاك ولكن ملي تزوجات مشات ها؟ قرات عام ديال لافاك ولكن ملي تزوجات مشات تبارك الله اذا ما كانش فلوس عندك في الكونت قلتي ملي قلت 30 مليون ما عندكش ملي تجيبيها نمشي راه الكونت نمشي للكونت ديالي ولا لقاو شي حاجه يا راه قالت لك 100 كل وحده عطيتها 30 مليون 30 مليون 30 مليون من الحوايج امي فاطمه ديك اليوم ولا غدا ديتي لا كارت كيشي تيريتي زيد شي خرجتي شي فلوس لا ولدي انا لا كارت انا كانت مع المحجوزات عند الشرطه انا حتى نهار ثلاث ايام عاد عطاوني لا كارت وعطاوني السواد ديالو وعطاوني واحد المبلغ مالي قليل في ديك الليله في ذاك الصباح هما تيهضروا على ذاك الصباح لا ماشي ذاك الصباح حتى لا علاش هي هذيك ذاك الصباح هما قالوا لك هذاك الصباح الحديثه فاش مشيتي خرجتي لا ما كانش عندي كارت كيشي كانت عنده في الطنور كانت عنده هو حيت ديالو هو دايما دايرها في جيبه ديالو هو واخا خديته ولا سولانس خدينا كلشي خدا كلشي خدا ابتسام تاهي خدات ابتسام مو بنيتات هادو اللي معايا في الدار كلنا خدينا اللي في اسبانيا كلشي خدا من المستحقات كلشي خدا كلشي خدا لا صورة كلشي خدا مابقاش شي واحد ولا تا كذبوني راه المؤسسة لمحمد السادس ما تلقيتوش شي تعزية من الأمن ما عزوكمش عزوني عزوني عزوكم كتابة ولا شفوي؟ يعني بالهضره هكا بالتليفون ولا شي كيفاش؟ لا جاو المسؤولين الله يخلف عليهم جاو ماديا عاونوك شويه؟ عاونوني الله يعينك البوليس؟ وتا هما خداو اللي عطاوني عطاو ليها عطاو لعقوستي حيت كنا كاملين اللي جاو يعزوني قالوا لي فين مو قلت لهم راه ما ساكناش معايا ومشيت جبتها وعزونا كاملين وعطاوني وعطاوها لا هذا العزول المادي واش مبادرات شخصيه ديال اصحاب البوليس غير مبادرات الشرطه غير اصحاب ماشي الاداره العامه لا غير اصحابو غير الدراري غير البوليس خدامي مساكن اصدقاء ديالك اصدقاء ديالك كانت علاقته طيبه كانت علاقته طيبه مع البوليس عزوني وعزو امو واخا ام فاطمه واحد النقطه كانت موضوع جدل علاش ما بغيتيش التشريح الطبي قالك قلتي انا قلتي لا التشريح ما يكونش انا ما حنا كلمه التشريح ما دارش ما دارش عندنا في الدار كاع حنا ما كانتش عندنا حتى حاله شك حاله شك بان كاينه شي حاجه لان حنا واثقين في الامن واثقين في الناس اللي داروا المعاينه انا واثقه في كل شيء انا ما غنكذبش انايا الناس اللي داروا المحضر والناس اللي داروا المعاينه ما غنكذبش انايا الشرطه العلميه ما غنكذبش انا هذوك الناس انا هذوك انا ثيقه فيهم لان هذاك ولدهم هما البوليس بوليس وهذاك ولدهم ولد البوليس هما مكلفين به ماشي محقه ما كون شافوا شي حاجه هما كون شافوا شي حاجه وما غيقولوا تشري لا انت ام فاطمه كون شافوا ديك الساعه فاش كانت المعاينه كون شافوا شي حاجه اللي فيها شك هما غادي ياخذوا الاجراء بانه خصو يدوز ولا وكيل الملك بانه خصو يدوز تشريح طبي هي ما عندهاش حق تدخل في هذه الامور هذه نهائيا هي ما عندهاش حق التشريح لا ماشي ما عندهاش حق في التشريح
حنا ما كانش ما عندكش شكوك؟ ما عنديش شكوك. باش طلبي التشريح؟ لا ما عنديش شكوك بان راجلي هادشي اللي تيقولوا عليه هما وقع ليه. انت جاتك خبر حديده السير قلتي صافي خبر حديده السير حنا خديناها حديده السير كون كانت شي حاجه ماشي انا اللي غندخل وغنقول غنطلب هذا غنطلب التشريح الطبي. راه اللي كان في لامور قول لي مسؤول هو اللي يقول ايوا التشريح الطبي واخا واخا والتليفون ديالو مي فاطمه فين هو التليفون ديالو؟ التليفون انا ملي قلت له مارو لي التليفون قال لي ما لقيناهش ما عندناش. فين مشى التليفون ديالو؟ والله اعلم انا ما ندخلش في ذاك لان البوليس كيعرف. سولتي على التليفون انت؟ سولت على شكون سولتي؟ سولت الشرطه قلت لهم التليفون قال لي ما لقيناهش. ملي عطاوك المحجوزات؟ عطاوني المحجوزات ما عطاونيش التليفون ملي كانوا فينا عطاوني ثلاثه ديال المفاتيح هذوك ديال الدار. وعطاوني كارت كيشي وعطاوني واحد المبلغ مالي واحد المبلغ مالي كان عنده في الشيب. ما كانش عنده شي فلوس في الكوفر؟ ما عندوش الكوفر راجلي الوحيد ما عندوش الكوفر اش غيدير فيه؟ هذاك لا سمعت انا بحال شي فلوس كانت في الطوموبيل ولا هضره خاوي هذه في الكوفر ما كاينش. الصباط عقل على الصباط اللي كان لابس ذاك كي كان لونه؟ بني قهوي ماشي كحل؟ لا تيقولوا سمعت في صفحات صباط كحل ولا صباط قهوي في الكوفر شنو ما شنو فهمتش شنو بغا يقول؟ ما عندي ما عندي حتى شي علاقه انا راجل خرج راجلي لابس صباط قهوي صباط قهوي. واخا عن اخر نقطه غنسولك ام فاطمه ولا واحد واحد جوج نقيطات بقاو نقطه تغسل شكون اللي غسلو؟ كانوا عائلته لاني انا ملي جيت من الكوميساريه هما تكلفوا بكل شيء. فين غسلوه؟ في هذا ديال سلاف في لامور. هما اللي غسلوه؟ هما اللي كانوا مع خوه الاول اللي كان خوه كان هو اللي كفنوا والعائله ديالو. خو السي نور الدين هو اللي غسلوه؟ هو هو اللي خوه بلاش الاسم بلا ما نقول اسمه خوه هو اللي غسلو. خوه هو اللي تكلف بالغسل وبهذا وبالكفن. كانوا هما بجوجهم خوته بجوج. قال في تصريح قال انا اللي غسلته. انا اللي غسلته هو اللي غسلو. كاينين وكاينين عائلته كاملين العائله ديال السي ديال المرحوم كاينين كاملين ما كاين حتى شي واحد من عائلتي. ما كاين حتى شي واحد من عائلتي. الا عائلته هما اللي تكلفوا بكل شيء. هما اللي تكلفوا. شفتي انت ياك شفتي بلي على شفتي وجهه؟ شفتو. كان عنده شي قميش ولا شي حاجه؟ ما فيه حتى شي حاجه. هما ملي شاف القميش كان يقول لهم حبسوا. كيفاش؟ هما ملي شافوا شكو اللي كانوا يغسلوه. يقول لهم حبسوا اللي شكو دابا القميش كان هذاك اللي كفنوا يقول لهم حبسوا ما دفنوش خايب. اللي غسلوا كون شاف شي قميش كون حبس ديك السير. يقول لهم ما دفنوش خايب بقينا شاكين. هما تا دفنوه سالاو تا قلتو 6 شهور ولا 8 شهور عاد بان لهم. شكون اللي سمى ابتسام؟ السميه؟ انا. انت ولا باها؟ انا. علاش سميتيها ابتسام؟ كانت عزيزه عليا ديك الكلمه فتتوشني. كانت تعجبني كلمه ابتسامه صحابي تكون لا بلاش انا بغيت نعرف زعما بغيت نعرف المحبه. انت اللي سميتيها ابتسام؟ انا سميت ابتسام. تلاقي على سبوحه؟ ما درناش. علاش؟ ما درنا حتى حاجه. ما درنا حتى حاجه. علاش ما درتوش الاسبوع ديالها؟ فين غندير الاسبوع هي صداع والغوات نايض. كاين الاسبوع اللي حتى حاجه. ما درنا حتى شي حاجه. زادت عاديه. ما درنا حتى حاجه. فرحتي بها؟ معلوم كان شي واحد ما تيفرحش بوليده. كان فرحان سي نورتي. كان فرحان. ولا بغيت نعرف السبب ديال الاسبوع علاش ما دارش؟ ما ديش شنو المشكل؟ اولا كان داك الصداع؟ كان صداع. هذيك الفترة اللي كانوا بداو الصراعات ملي ولدتيها بدا الصداع بزاف درجة ديال سامحات فيها ها؟ خلات عليهم ها؟ أنا بقاو الصداع مشاكل خليتها خلات عليهم جات لدارهم بقات معاهم. كي كانت علاقتك بابتسام؟ ما عنديش علاقة بحكم أن أنت خوها من الوالدة كبرة معنا ها؟ ما عادي لا بصدق بصدق قسما بالله ربي شهد عليا علاقة عادية ما انا ما كبرتش معها هذا هو ملي كتلاقاها عادي كتجي سلام سلام عليك علاقات كانت عاديه سلام سلام صافي. انت يا كديرة عاد؟ انا صراحه ما عندي بها حتى شي علاقه. انت اختها الصغيره يعني؟ انت اختها شقيقتها؟ لا كي كانت علاقتكم؟ ما بيناش وبينها شي علاقه ما كانش هذاك لا قبل هذا المشكل كنقولوا قبل الوفاه علاقه كانت حيت هي قالت لنا في الحوار اللي درنا معها قالت لك علاقة معكم مزيانة ما عندنا فيها حتى شي علاقة غير ديك سميات ديال راها خدمة
حيت ما عندناش بها شي احتكاك، ما كنتلاقاو، ما كنتجمعو في المناسبات، ما كتجيش عندنا، ما عمرها كانت معنا في الدار. ما يمكنش، ما عمرها ما جات لهنا. لا تتجي تتجي غير هي باش تجلس معنا وتبات ولا شي حاجه كتجي ولا مشى نردين و... عندها معكم شي تصاور؟ ما عندهاش. لا يقدر يكون، لا يقدر يكون، لا يقدر يكون، ولكن هنا في الدار عندنا ما عندناش. لا من كديروا شي ما كاينش مناسبات هنا مثلا. ما عندنا مناسبات ديالنا حنا خوالاتها كاملين تزوجنا، كاملين ولدنا، كاملين درنا العراسه، كتكونش معانا المناسبات، كاملين جوج خوتي جاو من العمرات كاملين. وهي ما قالتش فيكم على الخير، هي هضرت فيكم بالخير زعما. حنا دابا انا ما استضفتها، هي ما حضراتش معنا، ما عندنا حتى شي تصاور ديك المناسبات اللي عندنا. كاينين البنات حسين ربي الله يرحمه، كاين الاخت ديالي بالنسبه لابتسام ما عمرها كانت معنا في شي مناسبه، نجمعوا التصاور ديال المناسبات. لك انت الصغيره ياك مثلا، انا بغيت نعرف قبل شي مره تعيط لك تخرج انت وياها تعاود لك شي اسرار؟ ما كايناش هذيك العلاقه، ما كايناش، ما كايناش ديك الصيله بينا من الاول. من الاول قبل ما يموت المرحوم؟ قبل. علاش انت ما حاولتيش تقربي منها؟ لا. شكون خلاك؟ كانوا موانع كما كنقول. شنو هما الموانع؟ هما عائلت باها. صباح تنتي عاوتاني كنتي كتجري ولادك؟ لا حنا غير بعاد عليها وصافي، حنا ما كنديروش داك. كنجرش انا بناتي، كنقولوا لا نبعدوا منهم ولا شي حاجه. ما كاينش هذاك، ما كاينش هذاك. واخا نختم معاك امي فاطمه واحد السؤال شويه، درتي شي فاطه؟ شي حاجه لا بغيت نقول لك شي حاجه غلطتي وندمتي بصدق؟ الخطا اللي درته ولدي في حياتي هو ان بنتي عطيتها لهذوك الناس، هذاك هو الخطا الكبير اللي درت في حياتي. علاش؟ عطيتها ليهم كبروا فيها الحقد وعمروها وعمروها وطلقوها عليا. حقد على كل شيء، ماشي غير انا، حقد على خوتها، حقد على باها. شتي هاد باها اللي كدافع عليه براسها حقد عليه؟ ما يمكنش. راه ما كاين لا حب لا والو، بنتي هي بنتي حقوده، بنتي حقوده. لكن ما بانش لينا الحقد. لا كاين الحقد، مادام تتقول لك والله تندير لماما والله تندفع لماما، حاقد الانسان، كاين الحقد الداخل. تهمة ما كاينش الحقد. كتطبق ليا تهمة وكتسوء ليا وكتسول سمعتي وكتشوف شرفي، هذاك هو الغلط الوحيد اللي درت. بقى فيك الحالة أمي فاطمة؟ يعني ما يبقى فيا الحال، يعني كما كان الحال كتبقى أنا أمها. انا ما ولا بهاد انا ما انا ما انا ما كانت تخرج كاع على شكات التجأت للقضاء. تخلي القضاء ياخذ المجرى ديالو، تخلي التحقيق غادي، ما تخرجش للاعلان، ما تضربش ما تضربش في عرضي، ما تضربش شرفي، ما تجبدش هذاك الراجل، تخلي القضاء غادي، المسطره غاديه، تخليه تخلي كل شيء غادي. هي كتقول بان القضاء تعطل لولا كذا، حست بابا احنا ما غندخلوش وما غندخلوش حنا في القضاء، حنا غاديين كما غادي القضاء حنا غاديين معاه. كانت تمشي وحده وحده وتسنى القضاء شنو يقول وشنو غيحسم في هذه القضيه، باش انا تخرجي للمنابر وتخرجي وتعلني بان انا دايره وانا مطلقه وانا غنطلق وانا عندي العاشق ديالي وانا عندي انا قتلته وانا معايا الناس كبار، هذا لا يطاق. راه اي ام ما غتحملوش ولدي المهداوي، واخا تكون امك خايبه كتبقى الام هي الام. لجات الى ما نعرف شنو، حيت واش تقدر هي تكون ضحيه مثلا ديال، انا عاد كنطرح سؤال ماشي جواب، هذا سؤال، واش يمكن تكون او الا كانت هي مثلا ضحيه ديال قرائن، ماشي خاطرها بانت لها هذه زائد هذه زائد هذه واعتقدت وتوهمت مثلا مثلا ومن بعد بان لك انت هادشي وجات طلبت منك المغفره والسماحه، ما تسامحيهاش؟ لا ما تسمحيهاش، ما تسمح لي. بوها عز عليها واعتقدت، نعطيك على مثال، بوها كتبغيه وعز عليها وصحاب ليها او اعتقدت بان بوها راه يقدر يكون مقتول ومشات في هذا الاتجاه، ومن بعد نعطيك على مثال اكتشفت بانها كانت غلطه وجات عندك وقالت سمحي لي. اما لا كانت غلطه كاين القانون، ماشي هي القانون، كاين القانون، حنا غاديين في هذا المسطر، حنا غاديين في القانون. يعني ما تسامحيش معها؟ نسامحش معها. نسامح معها، انا شهرتني، انا خلاتني في المنابر الاعلاميه، كلشي تيهضر فيا، كلشي تيسبني، كلشي تيطعن في شرفي، كلشي تيهضر في ولادي، كلشي تيهضر في بناتي. لا سي المهداوي، هذاك راه شرف، هذاك راه وجهي انا وجه بنياتي، انا ما طعنش في شرفي، ما طعنش في شرف، وما تخليش اللي سوا، وكنت انا ما بصح ما تخليش اللي سوا يهضر فيا، اللي تيعرفني واللي ما تيعرفش فيا.
صافي المسطرة غادة الحمد لله. أه؟ أما اللي كيعرفنا راه الحمد لله، راه كيجيو عند الناس يقولوا لينا الله ينصرنا الله ينصركم عليهم. اش يقول لكم الناس؟ الله ينصرنا الله ينصركم. شكون هاد الناس اللي يقول لكم الله ينصركم عليهم؟ عارفيننا الجيران الانتوراج ديالنا كامل، حتى انا شي حاجه شخصيه كلشي كيعرف. في لافاك تيجبدوا لك هادشي ما كتمشي تقرا؟ ما كنمشيش عليك بنتي، ما دايراش ما مشات كاع بنتي، كاع ما مشات هاد البيريود هادي كامله ما مشيتش. ملي خرج الاعلام ميل علاش ما كتمشيش للجامعه؟ فين هو فين النفسيه خاصه؟ خايفه النفسيه ما كايناش. لا ما خايفاش، لا ماشي الخوف، خايفه شي واحد زعما يقول لك هذه هي اخت ديك السيده ولا حتى واحد. انا حتى واحد ما كيعرف، حتى واحد ما تعرفها بان اختها. اه داك الوصف ديال الناس هنا في النقطه صافي، حتى هما ما كيعرفوهاش. خلي لك شي كلمه اخيره مي فاطمه ونساليو، قولي شنو بالك شي كلمه اخيره للجمهور قوليها ولا للقضاء ولا توجي شي كلمه اخيره. انا كنطلب من القضاء ينصفني ينصفني، وباش يعرفوا الناس انني انا ما عندي حتى شي يد فهادشي اللي واقع. السيد خرج مات. انا ما عندي حتى شي علاقه، انا جاو الشرطه داتني انا هذاك صافي، انا هذاك هو فين انا قدرت اخذي راحتك يا مفتاح، اخذها فكرتي مفاتيح والله ما تفكر. قلت تنقول حشومه. شنو حشومه؟ تنقول هادشي اللي حنا فيه حشومه، شي يديروش البنات، تنقول حشومه حشومه، هادشي ما كيدارش للوالدين. ولو انت شكيتي شكه ضرها مشيتي للقضاء، خلي القضاء ياخذ مجراه، ياخذ مجراه، خذ سيري مع القضاء تنشوفوا شنو كنت تنصفني ولا ينصفك ولا ينصف هذاك الراجل. انا ما تخرجينيش للاعلان، ما ديريش بيا الاشهار، وما ديريش قناه على حساب وجهي وعلى حساب هذاك الراجل اللي ما كيستاهلش هادشي اللي دايرين فيه الناس. كل واحد شنو تيقول، حشومه وعار والعواشر هذا. الله يطفي هذا الغضب والله يبين الحقيقه. الله امين اولدي لكل شيء. كنشكروك على حسن الضيافه. ماشي مشكله اولدي. بغيت نقول واحد الكلمه. تفضلي. الناس يسمعوها. غير قربي شويه على الصوت. بغيت نقول لك السي المهداوي والناس اللي كيسمعوا هذا الشيء، وتا هما تاع هذوك الناس اللي عندنا معاهم هذا النزاع، بغيت نقول لهم بلي حبل ديال الكذب قصير والحق راه كيبان في الاخر. صافي هذه هي كلمتك. انا ماقدرش انا شي حاجه كتوصل لماما صافي، علاش غنسمح ليها وهي وصلتنا لهذا الشيء كامل؟ بقات لكاع ماشي شي حاجه اللي تقدرت تغمض عليها. كان واحد غير شاك. اها. وكان واحد غير شاك هذه تقدر تجيو تعطيها واحد الراه شاك، ولكن داك الشيء كذوب. انت عارفه تقدر تجيو كذوب. طيب كنشكركم جميعا وعلى حسن الضيافه وسمحوا لينا. ومرة أخرى كنأكد لأهمية هذه الفكرة، أنا مجرد صحفي، لست لا بقاضي تحقيق ولا بقاضي وقيف ولا بقاضي موضوع، ما كنحكم من المتابعة ما والو، حنا فقط كنحاولوا نساعدوا القضاء من عند نويرته القضائية. وكنقول لكم مرة أخرى طبيعة مهنتك أنا لا أنتصر لهذا الشيء اللي قلتوه، وما كنتصرلهمش هما حيت خدمتي دايرة بحال هكا. أنا ما تنقولش ابتسام كذبت، وما كنقولش أمها كذبت، كنعرض وقائع، كنعرض وخلي الجمهور وخلي القضاء لأساسي، حنا لا نتدخل. وبيني وبينكم والله ما بغينا غير الحقيقة إن شاء الله. الحقيقة كيألمنا هذا الشيء كأسرة، إنسان لحمك ويوصل الأمور هذا المستوى، ولكن مني راه السيدة كتقلب على بواها باغياه باغية تعرف الحقيقة، من حقها هي كتقول بواها تقتلو، من حقها، ما خصنا نكونوا موضوعيين. عاوتاني الزوجة من حقها شرفها، عاوتاني من حقها. شكون اللي في الاخر غيفصل هادشي؟ هادشي اللي زوينه القضاء. القضاء هو اللي غيفصل. ما طلعناش السيد الهلاوي ما طلعناش وما درنا حتى شي حاجه. لا حيت حنا ماشي في القضاء، ولكن في كنا تا هي خصها تعجبها. ولكن انا كنقول مناشده الاعلام والصحفيين كاخوكم كزميلكم، الموضوع بخلاف ما كيعتقد البعض، راه حساس الانسان يتناول الموضوع، ولكن مني يفكر في مشاعر الناس. كاين بعض العناوين، كاين بعض المواد كيخرجوا الناس كيديروا بحسن نيه، ربما انا ماشي كان غير نتابهوا. كاين جوج روايات، ما ينتصر الانسان اسيدي حتى شي روايه، هاد الروايات كتقول هاد الروايات كتقول، خليوا القضاء في الاخر يقول كلمته. والانسان يبغي يكتب العنوان، يبغي يدير الماده، يفكر بان داك الشيء راه كيخلق واحد الاثر
كنتمنى هذا الجانب هذا ياخذوا الاخوان. دخل السي المهداوي في الشرك بالله اللي هي قد في المحصنات هو مسكن. لا دابا كاين بعض ربما التكوين كتقذفها وكتقذف لها في الشرف. كاين دابا روايه دابا اللي جميل خرجت هذه الروايه باش كيكون حتى الناس يسمعوا فهمتي اللي يسمعوا الام ويسمعوا البنت. حنا ما كنعرفوش شكون عنده الحق واش الام ولا البنت الله اعلم. بهذا متشبعات ومتبعي القناه نكون قد اتينا الى هذه الحلقه. نشكر لكم طيب المتابعه والى اللقاء.